اليوم غنتكلموا ان شاء الله على السيري ديال 1100 1200 1300 2000 4000. هادو كاملين جام وحده، جام ديال الناس اللي يلاه بادين، ديال الناس اللي يلاه بادين الفوتوغراف والفيديو، الناس اللي كيبغيو يصوروا غير السفريات ديالهم، الناس اللي كيبغيو يصوروا خرجات، شي حاجه بسيطه زعما، ماشي شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل ولا شي حاجه اللي بكواليتي زايده بزاف. اولا هاد السيريا ديال 1200 1400 دي كيجيو خفاف في الشكل ديالهم كيف ما كتلاحظ، ومؤخرا ولاو كيخفوا اكثر. السيري 400 دي 2000 دي ولاو كيخفوا، كتلاحظ ديال 1300 كانت ثقيله. هادو اول حاجه هاد السيري كيصنعوا واحد الكاليتي ديالهم ماشي شي كاليتي زعما اللي تصبر الخدمه. كوفراج ديالهم تيكون ناقص، كيكون عندهم لا السيستم ديالهم لوطوفوكيس غير في لا فوتو لا فيديو، ما يمكنش تصور اوتوفوكيس في كاع لي زاباراي، ماشي غير في هاد 1300 دي، لا في 1300 لا في 2000 لا في 4000 دي كاملين ما فيهمش اوتوفوكيس في لا فيديو. دونك انت بغيتي دير اوتوفوكيس في لا فيديو ما خدامينش ليك. ثاني حاجه انهم كيكونوا الرافال ديالهم ثقيل، حيت هادو ديبيد كام الناس ديالهم، الناس اللي يلاه باغيين يتعلموا، كتلاحظ ان الرافال ديالهم لا صورتك الرافال ديالهم ثقيل، فيهم اضمط اوتوماتيك، كاميرا راه تشوفها تقول بروفيسيونيل من ناحيه الديزاين ديالها وداك الشيء، ولكن موجه للناس اللي يلاه بادين، الناس اللي غيتعلموا فيها. اما غيجيو عندي واحد غيقول لي بغيت نطلع شي حاجه بروفيسيونيل باش تنصحني، راه ما عمره غادي يسمع عندي 1200 1300 2000 4000 دي. عليها كتلقى عليهم الطلب قليل في السوق، وكتلقاهم ما كيتباعوش بزاف هاد لي سيري، عكس السيريات اللي كيكونوا كل ما طلعتي في لاغام كيصغر الرقم، كدي كتهبط وكتولي كاميرا بروفيسيون بحال وان دي اكس، راه هي البروفيسيونيل ديال لاكام ديال كانون في هاد الدي سي ال ار. وهادشي اللي كان في هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.